كامرأة أنا وموجودة بالمخيم وأنا مسؤولة عن عائلي، يعني مسؤولة لحالي عن عائلي، فكان في شيء لازم يحفزني لحتى أكون أنا أقوى، لحتى أقدر صارع، لحتى أقدر واجه كل شيء موجود بالحياة وموجود بالمجتمع. كويستسكوب بيشتغلوا معي كتير، اشتغلوا علي كتير لحتى أنا أكون قادرة أني أعطي جدارة. أنا مسؤولة عن برنامج اللي هو الدعم النفسي باستخدام الموسيقى. الدافع اللي أخذته من كويستسكوب كانوا دائماً يدعموني، كانوا يشتغلوا على الإنسان اللي هو منال، مو إنه يشتغلوا على الشغل بس، إنه خلاص لازم في عنا مهمة لازم نعملها، في تدريب لازم ناخده، في تدريب لازم نعطيه، لا هني كانوا يشتغلوا على الإنسان اللي هو منال. رحلتنا مع المركز الشبابي كانت بتسجيلنا بدورات كتير. أول شيء ماما عرفتنا على المركز هاد وقالت لنا إنه في دورات كتير بالمركز نسجل فيهم، مثل الإنكليزي سجلنا بالحاسوب، سجلنا بالرياضة، سجلنا بدورات كتير كان دعم نفسي. وطبعاً أنا حبيت التصوير أكثر شيء، كانت أحلى دورة، تعرفت على أشياء يعني جديدة كتير مثل أنواع التصوير ووضعيات التصوير. هلأ شلت لك ترك أثر كبير فيني أنا وأختي طبعاً دورة التصوير، لأنه لأسباب عدي، لأن الأستاذ كان كتير شاطر، كان محفز. طبعاً أكيد نحن توأم ودائماً نحن إيدنا إيد بإيد. أكيد.